راح تقول لا. راح سؤال من مشاهدي ساد سفن بيقول عندي سؤال محيرني، انا متزوج وعندي ولد ولكن لسوء حظي انني وقعت في خطيئة الزنا. ليه تقول لسوء حظي؟ تقول لسوء قلبي نهايته. وبعض الاباء الكهنة يقول لي خطيئة الزنا بعد الزواج لا تغفر، كل خطية تغفر ما عدا التجديف على الروح القدس، كل خطية تغفر. اللي يقول لك ما فيش خطية تغفر ده بيدفعك لليأس وما بيقدمش تعليم يطابق الكتاب المقدس. أرجو من قداستكم أن ترشدني لو اعترفت بهذه الخطية، ممكن ربنا يغفرها لي؟ أو ممكن ربنا ممكن يغفر أي خطية. وهل صحيح انفصل الروح القدس عني وعن زوجتي؟ لا يا ابني، بتكبروا المواضيع كده ليه؟ الروح القدس لا ينفصل أبدا. داود ياما وقع في خطايا زنا وكان متزوج ورد، ومع ذلك يقول لربنا في المزمور روحك القدوس لا تنزعه مني، يعني يفضل قاعد ما ينفصلش عنه الروح القدس. انا ما احبش الكهنة اللي يأسوا الشخص اللي يسترشد بيكم. خليك قلب مفتوح للناس، ما تيأس الناس وما تفتكرش ده تدقيق في الدين. لا، ده زي ما قال المسيح للكتب والفريسيين: تغلقون ملكوت السماوات امام الناس، لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون.